الكرسي اللي ورا و... واللي كانت في حادثه قدامي الفرامل كانت وحشه ف فالكرسي اتقلب بس فلقيت الناس بتطلعنا في بان علينا. انت ايه عرفك ان الفرامل كانت بايظه؟ ها عشان حسيت بيه. حسيت بيه يعني. انت والدك شغال ايه؟ والد سواق. سواق اتوبيس. انت اصلا كنت فين؟ انا كنت في كورس 10. كنت فين؟ لا لا انت كنت جبت في القاهره بتعمل ايه؟ شغال مش شغال؟ انا كنت شغال مبرد محاور. سافرت مع ناس جيت كنا نازلين عشان العيد. فروحت مع ابويا. فحصلت الحادثه.